إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه ونبيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهو القائل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربنا اجعلنا من الفائزين واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم ثم أما بعد معشر المسلمين الأفاضل والمسلمات الفضليات يطيب دائما الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عن خير القرون وحديث عن من اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم لنصرته ورفع راية دينه والتتلمذ على يديه والتشرف بمصاحبته صلى الله عليه وسلم وسنقف اليوم مع سيرة صحابي جليل كان رابع أو خامس من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه قد روي عنه أنه قال كنت ربع الإسلام كنت ربع الإسلام وكان رضي الله عنه أول من حيى رسولنا صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام فقال له السلام عليكم يا رسول الله وكان واحدا ممن جهروا بالإسلام في مكة قبل الهجرة النبوية فآذته قريش أذى بليغا إنه الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رحمه رضي الله عنه واسمه جندب بن جنادة أما عن صفاته الخلقية رضي الله عنه فقد كان رجلا طويلا أسمر اللون نحيفا قال رجل من بني عامر بن صعصعة دخلت مسجد منى فإذا شيخ معروق آدم الطويل طويل عليه حلة قطريين فعرفت أنه أبو ذر بالنعت كان أبو ذر رضي الله عنه ينتسب لقبيلة غفار وغفار هذه قبيلة تعيش بين مكة والمدينة وكان أهلها قطاع طرق يعيشون بالأموال التي ينهبونها من القوافل التي تمر غير بعيد عن ديارهم والمرء ابن بيئته ويتطبع بطبع قومه ولذلك كان أبو ذر رضي الله عنه صاحب طبع حاد لا يقبل التملق ولا التنازل عن الحق وكان يحب العزلة وكان رضي الله عنه لا يعبد الأصنام ولكنه يعلم أنه للكون إله خالق لا يعقل اتخاذ أولياء من دونه فقد أخبر رضي الله عنه قائلا لأحد الصحابة وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله يعني قبل ما يتبع رسول صلى الله عليه وسلم قال صليت قبل أن ألقى رسول الله بثلاث سنين قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات كان يصلي صلاة اخترعها
ولكنه كان يصلي لله تبارك وتعالى ولا يريد أن يشرك به شيئا. قيل له لمن كنت تصلي؟ قال لله. قيل له أين توجه؟ أين كنت تتوجه بوجهك في صلاتك؟ قال أتوجه حيث يوجهني الله. أصلي عشاء يعني في الليل، أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر السحر ألقيت، يعني سقطت على الأرض، ألقيت كأني خفاء. الخفاء هو الغطاء، كأنني غطاء، كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. يظل يصلي طوال الليل إلى أن يسقط على الأرض، إلى أن يفيق بأشعة الشمس، وهو لا يعلم عن الإسلام شيئا، ولم يلتقي بعد برسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا قوة هذا الرجل وقوة شخصيته، وأنه كان عاقلا، كان عاقلا، وبمحض عقله لم يريد أن يشرك مع الله عز وجل إلها آخر. Chers frères et sœurs, c'est toujours un immense plaisir de parler de la biographie de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'une part, parce que ce sont la meilleure génération parmi les musulmans. Ce sont des gens que Allah azza wa jalla a élus et que Allah azza wa jalla a voulu mettre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui ont eu le privilège de côtoyer de très près le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être ses élèves, d'apprendre de lui et d'être à ses côtés pour le soutenir et pour combattre à ses côtés et pour défendre l'islam. C'est eux, quelque part, qui nous ont préparé le terrain pour que nous puissions être au jour d'aujourd'hui musulmans et pratiquer notre religion en toute sécurité. Voilà pourquoi il est toujours important de revenir sur la biographie de ses compagnons, voir comment ils ont vécu, voir comment était leur personnalité, comment était leur tempérament, et essayer de s'en inspirer un peu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui s'est converti parmi les premiers, au point qu'on rapporta qu'il était le quatrième, et pour d'autres versions, on disait qu'il était le cinquième personne à avoir à s'être converti à l'islam. Et d'ailleurs, on rapporte sur lui qu'il a dit « Il arriva un jour où j'étais le quart de l'islam. » Il arriva un jour où j'étais le quart de l'islam. Autrement dit, il n'y avait que quatre personnes qui étaient musulmanes à cette époque et j'en faisais partie. Et c'est quelqu'un qui a annoncé sa conversion à l'islam devant Quraysh, au point, bien entendu, qu'ils l'ont considéré comme un apostat et qu'ils ont commencé à le frapper comme on va le voir. Et c'était la première personne qui a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le salut de l'islam, en lui disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah » et la première personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu avec la salutation de l'islam. Il s'agit en effet de Sayyidina Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu. Cet homme-là appartenait à une tribu qui s'appelait Banu Ghifar. Et c'est une tribu qui se situait entre la Mecque et Médine. Et c'était des coupeurs de route, c'était des bandits quelque part. À chaque fois qu'une caravane passait pas loin de là où ils habitaient, et ils l'attaquaient, ils la dépouillaient de ses biens matériels et les distribuaient entre eux. Donc c'était des gens très durs, ils avaient une mauvaise réputation dans la péninsule arabique. Et ceci nous montre justement que cet homme-là avait un tempérament bien particulier, parce que chaque être humain est forcément imprégné par le climat, par les coutumes et les us de la tribu à laquelle il appartient, ou bien du groupe, la société à laquelle il appartient. Voilà pourquoi Abu Dharr al-Ghifari avait une personnalité très forte. C'était quelqu'un qui aimait être solitaire. C'est quelqu'un qui était intransigeant. Et c'était quelqu'un, c'est ça qui était encore plus particulier, c'était quelqu'un qui n'a jamais voulu se prosterner ou bien adorer une autre divinité que Allah Azza wa Jalla. Ainsi, on a rapporté sur lui qu'il disait un jour, il m'est arrivé de prier Allah Azza wa Jalla, d'accomplir un office qu'il a forgé lui-même, de prier Allah Azza wa Jalla 3 ans avant de rencontrer le prophète. Mais comme il faisait partie des premiers convertis, donc autrement dit, 3 ans avant la venue de l'islam, avant l'apparition de l'islam. Et on lui posa la question, mais comment tu pries
prié qui? Il a dit, je priais Dieu. Et tu te dirigeais vers où? Il disait, je me dirigeais là où Allah Azza wa Jalla m'a facilité de me diriger. Et voilà pourquoi donc il a commencé et il a dit, je priais pendant toute la nuit jusqu'à ce que je tombais par terre tellement j'étais fatigué et je ne me réveillais que sous les rayons du soleil. يروي أبو ذر رضي الله عنه قصة إسلامه فيقول قال لي أخي أنيس أخوه كان اسمه أنيس قال لي أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك فانطلق أنيس فراث علي أي أبطأ علي تأخر في الرجوع فراث علي ثم جاء فقلت ما حبسك قال لقيت رجلا بمكة على دين إن يعبد إلها واحدا ولا يشرك به شيئا ولا يعبد الأصنام على دينك يزعم أن الله أرسله قلت له فما يقول الناس له فقال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس رضي الله عنه أحد الشعراء فقال أنيس والله لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء يعني على أعظم الشعراء على كبار الشعراء قارنت بين القرآن الذي يتلوه وبين شعر كبار الشعراء ولقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فلم يلتئم على لسان أحدهم بعيد أنه شعر يعني كلامه هذا يعني بعيد أن يكون شعرا والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون فقلت اكفني حتى أذهب فأنظر قال نعم وكن من أهل مكة على حذر فإنهم قد شنفوا له أو شنفوا له يجوز الوجهان قد شنفوا له أي أبغضوه فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له أي كرهوه فيقول فانطلقت فقدمت مكة فاستضعفت رجلا يعني اخترت من بين الرجال رجلا ظهر لي انه رجل ضعيف رجل دون مشاكل فاستضعفت رجلا منهم فقلت اين هذا الذي تدعونه صابئا اين ذلك الرجل الذي تدعونه صابئا يريد محمدا صلى الله عليه وسلم ففهم الرجل ان ابا ذر يريد ان يسلم وان يكون تابعيا لهذا النبي الكريم فانطلقت فقدمت مكة فاستضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعون الصابئ قال فأشار إلي يعني نظر إلى الناس وأشار إلي فقال هذا صابئ إن هذا الرجل قد صبأ عن دينكم فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم المدرة هي الحجر المدر هو الحجر بكل مدرة وعظم فخررت مغشيا عليه إن اجتمع الناس عليه يضربونه بالحجارة ويضربونه بالعظام وهو لم يسلم بعد بمجرد أنه قال أين هذا الذي تدعون أنه صابئ فلما علموا أنه يريد الإسلام ضربوه وانهالوا عليه بالضرب بالحجر والعظام فارتفعت كأني نصب أحمر إن كأني حجرة أو كأني علب أحمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدماء فلبثت بها 30 من بين ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم إني ظللت 30 يوما في مكة لا أكل شيئا وأكتفي فقط بشرب ماء زمزم 30 يوم وهو يشرب من ماء زمزم لا يأكل احنا رمضان يعني ونجده ثقيلا علينا مع اكلنا وشربنا هذا الرجل لم يسلم بعد وظل شهرا كاملا يشرب فقط ماء زمزم قال فلبثت بها 30 من بين ليله ويوم ما لي طعام الا ماء زمزم فسمنت يعني اصبحت ضخما فسمنت حتى تكسرت عكن بطني والعكن أيها الإخوة الكرام هي الإطواءات الطيات التي توجد في بطن الرجل السمين، لما الإنسان تسمان تسمي الكرش ديالو تنثني تفلي ثنايا،
هذه الإطواءات تسمى بالعكن، فقد انكسرت عكن بطني، يعني تفرق بطني حتى لم تلتوي تلك العكن، ولا بطني ديالو منفوخ كامل مزيان بحال الكره. هذا بي بان ماء زمزم اطعمه طعاما عظيما حتى سمين. قال: فسميت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. ما وجدت على كبدي سخفة جوع. السخفة نقول حتى بالدارجة، تقول فلان سخف، سخف يعني فقد وعيه بكثرة الجوع. فهو قال: فما وجدت على كبدي، أو فما وجدت على كبدي سخفة جوع. وذات ليلة كان البيت الحرام فارغا من الطائفين إلا من امرأتين، فأتيا عليه وهما تدعوان إسافا ونائلة. إساف هذا كان صنما، يعني من قبل كان رجلا، ونائلة كانت امرأة، فيعني بعد موتهما جعلهما أهل مكة جعلهما يعني صنمين كانوا يعبدونهما، إساف ونائلة، إساف الرجل ونائلة المرأة. فجاءت هذه المرأتان جاءتا تدعوان إسافا ونائلة، فقال لهما: أنكحا أحدهما الآخر. قال: زوجهم زوجتهما هذا بعد كان يتهكم عليهما، أنكحا أحدهما الآخر. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، يعني لو كان واحد من أهل قرى